شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هاني هلال أول حفل تخريج بالجامعة للطلاب للدفعات من 2019 وحتى 2024 لطلاب الدراسات العليا. كما شهد هلال حفل تخريج الدفعات من عام 2021 إلى 2024 لطلاب البكالوريوس بكليات الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وذلك بحضور قيادات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات تنفيذية بمحافظة الإسكندرية وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة.